أنا رح أعمل اجتماع تاني وتالت، ورح ضل أعمل جمعة ورا جمعة، وما رح توقف هالجمعات ولا رح تتغير، رح تضل مستمرة على طول. يمكن أكون وحيدة هلا، بس ما رح أيأس أبدا، لأني بعرف إنه الكل عم يستنوني. على الطرف الثاني من هداك الوعد، الوعد يلي قطعته على حالي من زمان كتير بعيد وضاع مني مع الوقت. الكل بيضيع ذاكرته الأصلية والوعد الأصلي. واو، بالعادة بنص كانون الأول بتبلش الدنيا تبرد، بس الظاهر اليوم رح يكون شوك كمان. بدي اياك تديري لي بالك على اغراضي بغيابي، ماشي ماما؟ باي باي، بشوفك بعد المدرسة. لسه في معي وقت كتير قبل ما تبلش الحصة، لهيك رح استكشف المنطقة بهذا الوقت. معقول قديش حلو الطقس اليوم؟ شو هذا البيت؟ ما كنت بعرف انه في بيت هون. شو حلوة. مرحبا، فاجأتيني الحقيقة، لأنه ما منشوف كتير بنات بعمرك بهي المنطقة. صباح الخير استاذ، انا اسفه كثير، ما كان لازم فوت بدون ما اخذ اذن، بعتذر. مو مشكله، بس ما توقعت بنت بعمرك تحب مكان مثل هاد وتحس بالفضول تجاهه. لا عن جد عجبني المكان، وبالذات مجموعه حجار الابراج اللي عندك كثير حلوين. شكرا، الحقيقه انا كثير بحب هالمجموعه. ايه بس هاي المجموعه ناقصها برج القط يا استاذ. القط؟ اه صح، فهمت، انت عم تحكي عن الابراج الصينيه اللي بيحكوا عنها بالقصص مو؟ ايه ماما كانت تحكي لي هاي القصص طول الوقت لما كنت صغيرة. كان يا ما كان، الملك عزم كل الحيوانات على الغابة وقال لهم أنا عازمكم بكرة على الغدا وكلكم بدكم تجوا على الوقت. طبعاً الفقر كان أزعر وبيحب المقالب كتير، لهيك كذب على جاره القط وقال له يا جاري عزيمة الملك على الغدا رح تنعمل بعد بكرة. وبيوم العزيمة طلع هالفقر على ظهر التور، وبعدين نط من فوق ظهره مشان يوصل على القصر أول واحد. وصل التور بعده، وبعدين النمر، وبعدهم باقي الحيوانات، وضلوا قاعدين عم ياكلوا لحتى طلع الصبح. كلياتهم كانوا هنيك ما عدا القط. تورو شبكي؟ ليش عم تبكي؟ مسكين القط، زعلت عليه كتير. طيب أنا قررت من هلأ بدي برجي يصير القط مو الكلب. آه، يا ترى لو إنه سمع هاي القصة كيف كان رح يحس؟ عفواً، معناتها أنت برج الكلب. كتير حلو، معناتها رح نفهم على بعض كتير منيح. تعرفي ليش؟ لأنه برجي كمان. راسي. عن جد مو معقول أنت فوراً بتاخذ وبتعطي مع العالم؟ أنسي هوندا، مرحبا، بتمنى ما يكون ابن عمي خوفك أو زعجك بشي. سوما أنت شو عم تعمل هون؟ قصدي صباح الخير. شو حاطت بالشنطة حجار؟ لا، حاطت فيها قاموسين بس. صباح الخير. لحظة شوي، انتو بتعرفوا بعض؟ ايش يقول، انا والانسي هوندا بنفس الصف. انا تورو هوندا، تشرفت بمعرفتك. وانا كمان، اسمي شيغور سوما، ويوكي ابن عمي الصغير. شو يلي جابك على بيتنا من الصبح هوندا؟ انا ساكنة قريب من هون، هذا كل شيء. قريب من هون؟ عن جد؟ عن جد؟ طيب انا لازم روح. انسي هوندا. نعم. انتي رايحة على المدرسة؟ اذا بدك منروح سوا لهنيك. طيب يا أنسي هوندا، تفضلي اشرحي لي، شو يعني هذا الحكي؟ عفواً، شو؟ شو ما عرفتيني؟ طيب، أنا ممثلة عن الأمير يوكي، موتوكون مياغاوا. الأمير يوكي؟ المبادئ الأساسية لنادينا هي عدم إساءة استخدام تأثير الأمير يوكي عنا. طبعاً ممنوع تفوتي على بيت الأمير يوكي بدون إذن. ممنوع تحكي مع الأمير يوكي بدون ما يكون في حدا معكم. فهمتي ولا لا؟ نحن أعضاء نادي الأمير يوكي، ومهمتنا هي الاهتمام بالأمير يلي شرف مدرستنا. عنسي هوندا، أنت
تجاهلتي عن قصد كل القواعد اللي حطيناها وتعبنا عليها كرمال نحمي الأمير يوكي، وهلا بدنا منك تفسير منطقي وبدنا نفهم منك كيف اجيتي على هالمدرسة مع الأمير اليوم. احكي. صدقيني كانت صدفة مو أكثر من هيك. يوكي سوم هي أول سنة إله بالمدرسة وهو كتير هادي، بس لأنه حلو كتير بيعتبروه أمير هي المدرسة. حبيبتي بظن لو كان هذا العذر بكفي ما كنا عملنا نادي وحطنا له قوانين. انتي دور تحضيري يا هوندا. لا تعملي هنا بلا طعمة بس لأنك غيرتي تركيا للبنت أحسن لك. شو مين عم يحكي؟ انتو المتحررين مفكرين انه كل شي بالحد بالتهديد معه؟ رح استخدم طاقتي إذا ما رحتوا. شكراً كتير لألكن، عن جد شكراً على المساعدة. يا مسكينة كانوا عم يضايقوكي، لكن لا تستعملي طاقتك ماشي هنجيمة. لازم اعترف انه غريبه شوي انك تجي على المدرسه انت والامير، مو هيك؟ ايه كنت متوتره كثير الحقيقه. صومه كثير حلو بتعرفي. حاسه انه في شيء غريب بطاقتي وبالامواج تبعي. الظاهر انه في تقرير جديد عن طاقه هنجيمة. يعني شو قصدك بالضبط؟ الحقيقه انا ماني متاكده يا بنات، بس هو حالته غامضه وعم يعطي اشارات غريبه. سمعت انه في بنت بالسنه الثانيه كان بدها تعترف له بحبها وحاولت انه تضمه، قام وقع بالأرض وهي خافت كتير منه. عن جد؟ ما كنت بعرف هالشي، ليش يا ترى؟ بكفي انتو الثلاثة، لازم تحركوا ايديكم وتشتغلوا حاج حكي. ها؟ خلصتوا؟ ايه هو طبخ مانو على المزرة. لا تحكي بهالطريقة، أساساً أنا بعرف إنه الأنسة هوندا هي اللي طبخت كل هاد. الرز صار جاهز كمان. ماشي. على كل حال يا تورو، أنا وهنجيمة رايحين على السوق اليوم بعد المدرسة، بتجي معنا؟ بعتذر بتمنى اجي بس مشغولة اليوم. مسكينة بزعل عليكي، لازم تضلي عم تشتغلي كل الوقت لأنك بدك تدفعي قصة تعليمك. ايه انتي بتشتغلي بشكل يومي، يعني بتطالعي أكتر من حاجتك حتى، مو مزبوط كلامي؟ تفضلي دوقي سخن. اه شكرا. ايه الحقيقة أنا حابة استقل بعد التخرج وأكيد الإيجارات رح تكون غالية، وكرمال هيك بلشت جمع مصاري من هلا. ما بدي أتضايق هلا بقى، سكري عصيرة وكلي واجبتك لتقدري تشتغلي. طيب حاضر. ايه كلي منيح مشان ما تتعبي لآخر النهار. صح، أنتي هلا عايشة مع بيت جدك مو هيك يا هوندا؟ ايه جدك بيأمن لك أكل وشرب على القليلة مو هيك؟ وما بيحاول ياخذ لك المصاري اللي عم تصمديهم. شو طيبة؟ ما فيني إلا إذا عرفت إني عايشة بخيمة أكيد رح تركب موتورة مباشرة وتروح على بيت جدي مشان تحكي معهم وتفهم شو القصة. سوما شكراً لأنك وصلتني الصبح. ولو شو هالحكي؟ الحقيقة أنا بدي أعتذر منك عن شيجور. ما في داعي تعتذر، هو كان كتير لطيف معي وسمح لي أتفرج على مجموعة الحجار تبع الأبراج اللي عنده. إيه صح، كأنه سمعتك حكيتي إنه بتحبي يكون برجك القط. إيه لما كنت صغيرة كانت تصرفاتي غريبة، آسفة. القط غبي. وعنيد كمان. بتعرفي إنه الحيوانات تبع الأبراج بالبداية كانت جزء من نظام بتعرفي الوقت منه، واستخدموها لأول مرة كأقسام للساعة، وبعدين دمجوا الين واليانج معها وربطوهم برابط قوي كتير، وهيك صارت الطريقة بيقروا منها الطالع. بس الحقيقة الرياضيات ما عطت مجال للقط لحتى يكون له دور. بس بصراحة أنا بشوف إنه هيك أحسن، يعني بالأخير إنه يكون القط جزء من الأبراج ما نو شي كتير مميز. الأحسن إنه نكون لحالنا لأنه القط غبي. أنا آسفة بس ما كتير فهمت عليك، عم تحاول تقول إنك بتكره القطط؟ تأخرت، آسفة بس لازم روح هالشغل. أنسي هوندا. ديري بالك، باين على وشك التعب اليوم والطقس كتير شوب كمان، بقى لازم تنتبهي لحالك وما تتعبي حالك كتير. لما كان عمري 3 سنين أبي مرض كتير ومات، وبعد موته كانت ماما تشتغل كتير منشان تصرف علينا، وأنا أوقات كنت ساعدها لما أقدر.
حبيبتي تورو، ماما جاي على بالها تاكل سوكياكي اليوم. سوكياكي! كانت أمي تحميني طول الوقت، كانت قوية كتير وعلى طول فرحانة. بحياتي ما تخيلت إنه حدا مثلها ممكن يموت بحادث مثل هاد ويغيب فجأة. وقتها صاروا يتخانقوا على مين بده ياخدني، وبالأخير قرروا إني لازم روح عيش مع جدي وهو عايش على راتب التقاعد، وأنا ما كنت حابة أكون عبء عليه. شكراً يا كيوكو. أنا تورو يا جدو. شو الأكل اللي عملتي؟ ولهيك وعدته أني رح أتكفل بمصروف تعليمي ومصروفي الشخصي كمان. بعدين أنا اسمي تورو. كل هذا صار بشهر أيار. حبيبتي كيوكو، بنتي وعائلتها بدهم ينتقلوا لهون ويعيشوا معنا عن قريب، بس أنا بدي زبط البيت شوي بالأول، لهيك عم فكر أقعد عندهم بهاي الفترة. يعني نحن مضطرين إنه نقعد ببيتهم لبين ما تخلص الصيانة هون بالبيت، بس إنن بيتهم صغير كتير. بقى إذا في عندك شرفيقة منيحة بتقدري تقعدي عندها هالفترة بيكون أريح لك وأحسن للكل. حبيبتي واحدة منهم عايشة ببيت كتير صغير، وهنا جاما هي وعائلتها 5 أشخاص بالبيت، مستحيل أقدر أقعد عندهم كل هذا الوقت. ولهيك مو مشكلة جدي. على كل حال أنا رح عيش لحالي بالمستقبل لما أتخرج، وهي فرصة كرمال أعرف إذا كان فيني أخطي هاي الخطوة، حتى لو كان المكان الوحيد يلي فيني أقعد فيه هو الخيمة يلي اشتريتها بالرخصة، وحتى لو كانت العاصفة يلي صارت من كم يوم ممكن تطيرني أنا والخيمة سوا. أنا ما رح استسلم حتى لو كانت صغيرة وبسيطة، رح أتعود عليها ورح تصير هالخيمة بيتي. صار شغلنا أسهل وأقل من لما وظفوا هالبنت الجديدة. إيه معك حق. دخلي من الأكل برا ومن طلبات الأكل الجاهز كل ليلة شي بيملل. الحل الوحيد هو إنك تعمل العشاء بإيدك. إيه بس أنت شو ما طبخت لك ما بيعجبك وما بتاكل. شي جوري يمكن شي يوم صير أكل وبطل نق إذا بطلت تحط الكمون ومخلل الفجل مع الكاري. على أساس إنه أنت أحسن مني يعني؟ أنت كمان ما بتعرف تعمل شي بالبيت. شهاداتنا عم تجيب لنا كتير مصاري، خلينا نجيب شي مرة على البيت تطبخ وتنظف. ليك مو هي البنت اللي إجت لعنا الصبح؟ شو كان اسمها تورو؟ يمكن هي عن جد ساكنة قريب من هون. أنا سمعت إنه أمها ماتت وهي صغيرة، يمكن من وقتها انتقلت لهون. إيه بس عيلة سوما ما بتأجر حدا إذا ما كان من العيلة. مرحبا ماما، أنا رجعت. أنا فرطانة من الناس بس ما فيني نام، لازم خلص وظايفي مشان أقدمهم بكرة. ماما حاسة حالي تعبانة كتير ودايخة، رح غسل وشي بلكي بتنشط شوي. ما في شي بضحك شي جور. كنت عارفان انه في شي مو صح، لانه هاي الاراضي كلها ملك عائلة سوما. طيب تسمحوا لي انه ضل ساكنة بالخيمة بس كم شهر؟ رح روح من هون أول ما تخلص الصيانة بالبيت بوعدك. بترجاك، هلأ ما معي مصاري لأدفع أجار الأرض، بس رح أدفع. هذا المكان كتير خطير وكل فترة بيصير انهيارات وفي حرامية بالغابة، طبعا عدا عن أنه مو معقول تقضي بنت صبية شهور لحالة بخيمة. لا ما في مشكلة، أنا قد وفيني أتحمل هالشي. صدقني أنا عندي إرادة كتير قوية لحتى أتحمل هالكم شهر، لهيك بترجاكم اسمحوني. أنسي هوندا، حرارتها مرتفعة. أنا رح روح جيب تلج، بركي بتنزل حرارتها شوي، بس يمكن بدي شوية وقت للاقي تلج. كأنه كتير عتمة. إيه لازم أخذ ضو. شفتي كيف؟ أنا ما قلت لك في انهيارات صخرية برا هلأ. شو؟ عن جد؟ بس أنت كيف عرفت؟ بحب سميه الحدس الحيواني. بيكفي مزح. تعرف أي جزء بالضبط يلي نهار وين مكانه؟ مو معقول، أكيد مانو بمكان قريب من خيمتي مو هيك؟ أكيد لا. طيب وين صار لكان؟ لا يا ربي، بس صورة أمي لساتها جوا. أمي لازم تهدي هوندا، بس هي لساتها هنيك الصخر فوقها، أنا لازم طالعها، ما فيها تتنفس هيك. طيب شو رأيك نرجع الصبح؟ بيكون في ضوء أكتر، بركي صار لك شيء إذا فتي هلأ. أكيد أمك ما بدها تنأذي أو يصير لك شيء، مزبوط؟
أنا آسفة، الظاهر إني خسرت بيتي مرة تانية. هالشي كتير صعب. لا قصدي أكيد بتمنى لو ما صار، بس مريت بشغلات أصعب. أصعب من هالشي حتى؟ مثل شو؟ مثل إنه ما صحت لي الفرصة لإلي عم استناكي ماما، ما قدرت أقولها باليوم يلي ماتت فيه أمي، لأنه يومها ضليت سهرانة طول الليل مشان أدرس للامتحان ولهيك ما قدرت فيه. كان اليوم الوحيد يلي ما قلت لها فيها الجملة، كنت على طول أقولها لهي المرة. تعرف مريت فترة صرت فكر فيها أترك المدرسة كرمال أقدر أشتغل، بس وقتها ماما قالت لي أنا ما قدرت كمل تعليمي بعد المدرسة الإعدادية، لهيك كنت على طول أتمنى لو أني مريت بتجربة بنت الثانوي. مشان هيك أنت لازم تروحي وتجربي الشغلات اللي أنا ما قدرت أجربها. هي كانت أمي سالية، بنقهر أني ما قدرت أودعها. بهداك اليوم ما فتحت عيوني لأشوفها وهي طالعة من البيت حتى. أنا غبية وعلاماتي بالمدرسة مو منيحة، كان بدي أشتغل. هاي الشغلات ما كانت مهمة عندي، كانت تهم أمي، ولهيك أقل شي فيني أعمله هو إني أتخرج من المدرسة الثانوية مثل ما كان بدها. أنا لازم حقق لحلمها بأي طريقة، ما فيني ضل متسطحة هيك وما أعمل شي بس لأنه حرارتي ارتفعت. صدمتني هي بالمدرسة، على طول رائعة وعم تضحك دائما. ما كان ممكن اتخيل انها مرت بكل هاد. كتير حلو. حلو؟ كيف هيك؟ يعني خدني انا وعيلة سوما مثال، كنت مفكر اني تحررت منهم بس بالحقيقة ما تحررت. كان لازم اشتري خيمة مثل انسي هوندا وروح اقعد بشي مكان ما بيقدروا يلاقوني فيه. أنا هلأ فهمت إني ندلل كتير. بصراحة هالشي كتير بشع وقاسي، مو حلو تحكي بهالطريقة عن معاناتها. مزبوط. فيك تدير بالك عليها؟ لا تقلي إنك رايح تحفر بالانهيار الصخري يوكي، كتير صعب عليك تحفر لحالك. بدك يعني روح معك؟ لحالي؟ رح ألاقي مين يساعدني. لا تقلق علي. طيب بشوفك بس ترجع. تورو؟ تورو؟ ارتفعت حرارتك مرة تانية؟ انتي بتعرفي انه ما في داعي تضغطي على حالك مشان تساعديني بشغل البيت. كوني مثل ما انتي، ايه تورو؟ وعيشي حياتك مثل ما بدك، وبالأخير رح تنجحي أكيد. أنا اشتقت لك. ما في وقت للنوم، لازم روح وطالع أمي. صباح الخير. حاسة حالك أحسن؟ إيه قصدي صباح الخير. تفضلي، هي الصورة. وجبت لك بقية أغراضك كمان أنسي هوندا، فيكي تتفقديون. مو معقول أنت نقلت كل هالأغراض من تحت الطين لحالك؟ أكيد لا، ما فيني لحالي. بس كيف لكن؟ ما فيني قلك. يلا أنا رح أطالع لك أغراضك لفوق. بعرف إنه البيت كتير مكركب بس لا تقلقي، في غرفة إضافية بالطابق الثاني وفيكي تقعدي فيها من هلأ لحتى يخلص بيت جدك صياني. تمام؟ ما فيني أعمل هيك. باب الغرفة إله قفل، فيكي تاخدي. لا لا أنا مو هيك قصدي. لا أنسي هوندا، ترى أنت بتحبي شغل البيت؟ يعني قصدي الطبخ والتنظيف؟ إيه يعني بحبه وبيريحني. إيه كتير منيح. أهلا وسهلا فيكي، غرفتك صار لفترة مسكرة لهيك لازم تهويها، وأنا رح جيب لك نسخة عن مفتاح البيت. ما فيني انتقل لهون، ما فيني أبقى وازعجكم كل هالفترة. أنسي هوندا، نحن مو مزعوجين، لهيك لو سمحت اقبلي بعرضنا. أساساً ما عندك مكان تاني تروحي عليه؟ طيب
بس لو سمحت إذا كنت رح ضل هون وأزعجكم لازم أعرف على الأقل إذا كان في قواعد معينة بتمشوا عليها بهالبيت. ما في قواعد. بس كوني مثل ما أنت أنسي هوندا وعيشي حياتك مثل ما بدك. الموضوع بهالبساطة. كوني مثل ما أنت. إيه تورو؟ سوما أنت عن جد لغز كتير كبير. أنت متأكد من اللي عم تعمله؟ هي بنت. معقول هلأ عم تسألني؟ إذا ما حاولت تعانقني ما رح يصير مشكلة. مثل ما توقعت الغرفة كلها غبرة. يوكي افتح الشباك. يا ترى هالشي حقيقي؟ أنا حاسة حالي هروح جيب المكنسة. طيب لحظة، وينهم أهله يا ترى؟ معقول عايشين بمكان تاني؟ يو اللي جاهز لحتى تاكل قتلي يا ولد؟ خلينا نبلش. عن جد؟ ليش ما بتتقبل الموضوع ببساطة؟ انت أضعف من انك تغلبني. هيك شايف انت؟ من سوء حظك انه انا صرت اقوى بكتير من قبل يا يوكي. أورجيك. لحظة، انا متأكدة انه فيكم تتفاهموا بدون. يوكي هذا كان صوت كيوشي؟ ايه هذا هو. كان ولد. مو معقول شو غبي. وهلأ هو قط. طلقته وقعت فوقه بالغلط. كيف تحول قط؟ يعني انا هيك عملت فيه. طيب لازم ناخده لعند الدكتور امشي بسرعة. دورو انسي هوندا. حيوانات